جرى اتصال هاتفي بين صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ومعالي السيد شارل ميشيل رئيس مجلس الاتحاد الاوروبي وخلال الاتصال اكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على المستويات المتناميه التي وصلت اليها العلاقات الوثيقه بين مملكه البحرين ودول الاتحاد الاوروبي وما وصل اليها التعاون المشترك من تطور على الاصعده كافه كما تم خلال الاتصال استعراض عدد من الموضوعات المتصله بالقمه الخليجيه الاوروبيه التي ستعقد في مدينه بروكسل بمملكه بلجيكا الى جانب اخر المستجدات على الساحتين الاقليميه والدوليه ومناقشه القضايا موضع الاهتمام المشترك